يعني ما الله شاء الله يخليك. روح المعنوية للمرضى وأيضا لأهالي المرضى ارتفعت بعد رؤية هذه الاثنين الفيديوهات ده وقيامك بالإنشاد وأداء والله الابتهالات الدينية لذويهم. والله كتير كتير جدا، يعني كتير جدا من التفاعلات كانت بتحصل مع الناس، اللي هو كان عندي الأهل نفسهم كانوا بيتفاعلوا بطريقة غير طبيعية، لدرجة إن فيهم واحد هو والده الله يرحمه، وكان كبير يعني في السن، والده كان كبير في السن وكان عنده أمراض مزمنة، اسمه جمال، عمي جمال، فكان له محمد ابنه. فمحمد ابنه دوت يعني كان من الشخصيات المحترمة جدا. هو والده توفى من 3 أيام. كان هو كنت انا قاعد بره على الكونتر، بره العزل خالص، بره العنايه، كنت قاعد بقرا قران وكده. قال لي لازم اسجل لك حاجه، يعني قال لي والله لازم اسمع لك. وفضل فعلا اتاثر وبكى بره. طبعا في هول الموقف انت بتبكي في حاجتين، بتبكي لانك انت متاثر بالصوت، وبتبكي برضو لانك انت بتكون متاثر طبعا بالحاله اللي معاك. معظم الناس اللي كانت متأثرة أو الناس اللي كانت هناك بتتأثر بالأمر، لأن هي فعلا كانت بحاجة للدعاء وبحاجة للمساندة. الأهل نفسهم كان في قدرة، يعني في قدرة رهيبة منهم على حتة استيعابك، اللي هو أنت الأمر جديد عليهم، تخش هنا وتخش هنا، ده يقول لك ما شاء الله، اللهم صل على النبي، تعالى هنا، روح بالله عليك لو حتة صغيرة لوالدي بس تريحه، طب معلش تعالى عند والدتي. طب ومش هنكر طبعا الزملاء معايا كلهم، يعني كلنا كتف واحد وكلنا دراع واحد وبنعمل كل حاجة، بس الفضل الله سبحانه وتعالى والفضل لكل الجروب اللي معايا، ان احنا بنأدي خدمة تمريضية، وفي نفس الوقت هم نفسهم لما بيشوفوني بتفاعل مع المرضى، بروح هنا وبروح هنا، فيهم اللي بيصور وفيهم فيديوهات تانية ليا معاهم، وفيهم اللي بيلقطني صور مثلا مع الحالات بتطيب والكلام ده كله. بس ده من الواجب، ليس لأجل زي ما كما يقال شهرة، او مثلا لأجل اي شو أو اي حاجة.